السلام عليكم كاملين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم من جديد في القناة ديالي. الموضوع ديال اليوم غادي يكون على شنو هما الحوايج اللي ما كيعجبونيش هنايا في كوريا الجنوبية. ويلا نبداو الموضوع ديال اليوم. اول حاجة وهو ان الصيف هنايا في كوريا الجنوبية داير كل جحيم. لنفترض انك مشيتي واحد 100 كيلومتر على رجليك بحال هكا، كترجع بحال دخلتي للحمام، سبحان الله ضربتي لك واحد الشاور بحال هكاك، وزيد عليها الرطوبه، عرفتي السخونيه والرطوبه، وتخيلوا الموضوع، عرفتي راه الموت، وزيد عليها واحد الزمت، عرفتي ريحه داك الغربي عندنا حنا في المغرب، كاين واحد الغربي في الصيف واخا تيكون سخون راه كاين. هذه حاجه واحده اخرى اللي كتعجبنيش هنايا في كوريا الجنوبيه، هي ان الديور، الحيوطه ديال الديور هنايا في كوريا الجنوبيه كلهم اغلبيه غير عباره على ورق لاصق بحال هكا، راه عتي راه ضرب يديك بالجهد مع الحيط يتثقب. المهم هذه حاجه اخرى اللي ما كتعجبنيش، وزيد عليها مع داك الحيوطه ديال الدور يعني من داك الورق اللاصق، وزيد على داك الرطوبه، راه نتوما تخيلوا شنو غادي يوقع. كتعرفوا داك العفن داك اللي كيكون في الحيط هكا، وسميتو داك الكحول اللي كطلع في الحيط، الا ما رديتوش البال مع هذا الموضوع هذا في الدار ديالكم بحال هكا كتيولي. هذه الحاجه الاخرى ما كتعجبنيش انايا في كوريا الجنوبيه، هي شنيولا. اشوفوا راني ماشي شنيولا، غتقولوا عليا شنيولا، ظريفه والله حتى ظريفه، بزاف ديال الناس عزيزه عليهم. المهم دوزو الموضوع الاخر، الحاجه الاخرى عاوتاني اللي لقيت هنايا في كوريا الجنوبيه فاش وصلت هنايا، صراحه ما كنتش عارفه هاد الحاجه هادي، هي تساقط ديال الشعر. انا فاش كنت في المغرب كان شعري شويه كيطيح ليا واحد شي شويه يعني ماشي بزاف، ولكن فاش جيت هنايا لكوريا الجنوبيه راه ما نعاودش لكم. شتو ها فين ما مشيت شعري في العرض من غير الناس خلاص اللي كيردوا البال شعرهم وكذا وكيعاونوا وكيتهلاو فيه، راه يقدر ما غاديش يوقع لهم، ما غاديش يمشي لهم شعرهم بزاف. مي انا يا صراحه شعري كيطيح بزاف. المهم عتقوني الا عندكم شي حل الله يرحم لكم بها الوالدين، شاركوها معايا في التعاليق. النقطه الاخرى اللي بغيت نهضر لكم عليها وهي تلوث ديال الهواء. هاد المرات كيخصك انك تدخلي تشوفي الجو واش مزيان، تخرجي عادي بعد ما كيكون ملوث بزاف، يعني خصك تخرجي ودايره الماسك غير باش تحافظي على صحتك. من جهه ثانيه الماء هنايا في كوريا الجنوبيه، الماء ديال الروبيني ما تقدروش تشربوه، غير فاش تجيو هنا جربوا شربوه، عيطيو فيه واحد المذاق وفي شكل ما عرفتش شنو هو داكشي. وكان وقعت لي واحد الحاجه كتضحك، فاش تجيو هنا وتبغيو ديروا اتاي ما ديروش غير اتاي هكاك، يا يعني اما ديروا ليه فليو، اما تزيدوا ليه فليو، اولا تزيدوا ليه النعناع، اولا تزيدوا ليه شي حاجه، المهم ديروا ليه شي حاجه اللي غتعطيه المذاق، حيت ما تقدروش تشربوه. فوالا. الحاجه الاخرى اللي ما كتعجبنيش هنايا في كوريا الجنوبيه وهي السرعه، يعني اي حاجه باغي ديرها هنايا في كوريا الجنوبيه خصك ديرها وانت كتربي، يعني خصك الشنطه ساليتي بصيغه وحده اخرى، هي خصك تكون داير كي الزواق. هنايا في كوريا الجنوبيه المظاهر مهمه بزاف، فاش كتخرج شي موضه جديده هنايا في كوريا كتلقى كلشي لابسها، لا من حيت الحوايج، الطوموبيلات، الموتورات، بزاف. عندكم واحد القضيه واحده اخرى هي الشخير. المهم انا ما متاكداش شنو هو السبب اللي مخليهم بحال هكاك، مي اغلبيه الكوري كيكون عندهم واحد المشكل في المنخر ديالهم اللي كيسبب لهم الشخير. الشخص اللي ساكن فوقنا او لحدانا تقدر تسمع لك الشخير ديالو حتى للدار. الحاجه الاخرى يعني اللي كان ان جميع اللي معتقد الديانه الاسلاميه بحالنا غادي يلقاو مشكل فيها، وهو ان قله المساجد زيد عليها الاكل هنا في كوريا. الكوريين بزاف كيستهلكوا لحم الخنزير،
يعني في الحياة اليومية ديالهم ديما كيستهلكوا لحم الخنزير، وقليل حتى تلقى الأكل الحلال. دونك إلا كنتي ساكن في شي مدينة صغيرة ولا ما كاينينش دي ماركت يعني أجنبية اللي كيبيعوا مثلا لحم حلال ولا، ولكن مع دابا ولا التطور وكدا راه غير من التليفون ديالك يعني تشري أي حاجة بغيتيها راه كتجيك حتى لقدام الدار. عندكم الحاجة الأخرى اللي ما كتعجبنيش هنايا في كوريا الجنوبية هي قوة المثالية، يعني خص تكون مثالي في أي حاجة كديرها. عندك ما خصكش مثلا درتي شي غلط ما خصكش تعاودو 3 المرات، يعني خص أي حاجة درتيها خصها تكون ناضية. عندكم هنايا في كوريا فاش كتكون خدام العميل ديما على حق، يعني ما هو واخا يغلط فيك هو على حق، خصك تبقى انت ضحك، خصك ما تعصبش عليه، خصك تبقى ضحك، وخصك باش ما تخسرش يعني الكليون باش ما تخسرهمش. ديما الخدامه هنا يعني في كوريا 12 ساعه للفوق، 12 ساعه كاينه، المهم خصك تدمر وخص تدوز على يمك الدكاكه اللي محمر كدوزتيها في حياتك كدوز عليك هنا الا جيتي تخدم هنا في كوريا. دونك فاش عول عليها فاش تكون جاي هنا باغي تخدم عول، راه غدوز عليك واحد الدكاكه ما عمرك دوزتيها. فوالا هذه من واحد الناحيه، وتقريبا هادشي اللي كاين. هادشي الا كانت شي حاجه واحده اخرى راه ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو جديد وغادي نهضر لكم على حوايج وحدين اخرى. ما هو في الاصل كاينين بزاف ديال الحوايج، وكيف ما كتعرفوا راه كاين في اي بلاصه مشيتي لها واي شخص تعرفتي عليه كاينين ايجابيات كاينين سلبيات، حتى انا كاينين بزاف ديال الايجابيات، كاينين حوايج فريمون زوينين هنايا. حتى هما ان شاء الله ان شاء الله الا كان عندي شي وقيت راه غادي ندير لكم فيديو على الايجابيات ديال اللي كاينين هنايا. المهم هادو بعض السلبيات اللي انا هي ما كيعجبونيش هنايا، ما عرفتش كاينين يقدروا الناس وحدين اخرين ما غاديش يتفقوا معايا. كما قلت لكم كل واحد والطريقه ديال التفكير ديالو، كل واحد وشنو كيعجبو شنو ما كيعجبوش. فوالا انا هضرت لكم على وجهه النظر ديالي الخاصه وشنو هما الحوايج اللي ما كيعجبونيش هنايا. هادشي اللي كان في لا فيديو، كنتمنى انه يكون عجبكم، نال الاعجاب ديالكم وتكونوا على الاقل استفدتوا شي حويجات قبل ما تجيو هنايا لكوريا، يعني باش ما تصدموش فاش توصلوا هنايا، باش ما توقعش لكم واحد تسميوه الكالتشر شوك يعني. وما تنساوش انكم تدعموا القناه ديالي، واللي ما مشتركش اللي ما مشتركش راه كاين بزاف ديال الناس ما مشتركينش كيتفرجوا في لي فيديو ديالي. ما خسرين والو يعني، دخلوا وشاركوا معايا في القناه باش حتى انا كتشجعوني باش انني ندير لكم فيديوهات جداد ونزيد نطور من راسي باش نقدر نوصل لكم افكار زوينين هنايا ونعطيكم شي حوايج اللي يقدروا ينفعوكم هنايا. فوالا، ولا كان عندكم شي راي ولا شي حاجه ما تنساوش انكم تخليو لي دي كومونتير لتحت وتخليو لي كلمه زوينه في حقي، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، اي فيديو لحتو جديد على القناه. وما تنساوش تدخلوا تدعموني حتى في الانستغرام ديالي. المهم هذا هو الكونت ديالي في انستغرام، حيت بزاف ديال الناس كيسولوني على الانستغرام ديالي، راه كنخلي لكم ديما سميتو اللينك ديال البروفايل ديالي في الديسكريبسيون لتحت ديال لا فيديو. وهادشي اللي كاين، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم مره واحده اخرى، وسلام عليكم حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.